قبل ما نهضر لك على هذه بطوله افريقيه قبل من 14 سنه، وهذه البطوله الافريقيه الثانيه من بعد ما دازت البطوله الافريقيه الاولى اللي كانت في طوغو. الحمد لله هذو النتائج كانوا مزيانين وفزنا في المرتبه الاولى في الذكور والمرتبه الاولى في البنات، والحمد لله. مي المستوى كان زعما المستوى كان صعيب بالنسبه مع المصريين وتونس، كانوا صعب، وبقينا حتى الاخر حتى الاخر نقطه. مي المستوى ممتاز بصراحه. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوجة المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة.